ما شاء الله جمع غفيرة من الحجاج هالسنة. صدق الله يهنيهم في الأجواء الروحانية، والله يكثرهم إن شاء الله. تذكرتني بكلامك هذا برواية عن أهل البيت عليهم السلام، جدا لطيفة لها علاقة بالكلام اللي قاعد تقوله. يخاطب فيها أبا بصير الإمام الباقر سلام الله عليه، فيقول للإمام وهما في الطواف: ما أكثر الحجيج وأكثر الضجيج. يشير فيها إلى كثرة الحجاج مثل ما أشرت. فيرد عليه الإمام يقول لأبا بصير: يا أبا بصير، ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج. معقول أبو حسين؟ يعني كل هذه الجموع ما فيها إلا القليل من الحجاج؟ هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهو في الحج ويطالع الناس وهم يطوفون حول الكعبة، فيقول سلام الله عليه: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. ففي الجاهلية أيضا كانوا يطوفون وكانوا يلبون أيضا. الإمام يقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ عليه السلام الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم إلى أهل البيت عليهم السلام، إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي ثقافة أهل البيت. ويقول باقر العلوم أيضا: تمام الحج لقاء الإمام. هذه هي غاية الحج، لقاء إمام زماننا عليه السلام وتجديد عهد ولايته وعرض النصرة عليه صلوات الله وسلامه عليه. حتى تتضح الصورة أكثر أبين لك أن حتى مناسك الحج حقيقتها ومدارها مرتبطة بالإمام المعصوم عليه السلام. على سبيل المثال الطواف، الطواف حول الكعبة، هذا الطواف ما هو إلا إشارة إلى الطواف الحقيقي، وهو طواف أنوار الأنبياء حول النور المحمدي الأعظم. الرواية تقول: فلما تكاملت الأنوار، أي أنوار الأنبياء، صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. ولهذا الطواف صور: طواف الملائكة حول العرش، والنبي الأعظم يقول: نور العرش من نوري ونوري أعظم من نور العرش. وهناك صورة أخرى: طواف الملائكة حول البيت المعمور في السماء الرابعة، وأمير المؤمنين يقول: أنا البيت المعمور. والصورة الأخيرة هي طواف الحجاج حول هذه الكعبة. هذه هي حقيقة الطواف، الطواف حول النور المحمدي العلوي، نور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه.